كما أيضا في الشعر أنبياء كذبة، كما سيكون فيكم أيضا معلمون كاذبا. يعني مش كل تعليم، حتى لو واحد لبس اللبس الأسود مش كل تعليم مقبول منه. لازم خرافي تسمع صوتي ويميز الإيمان الأرثوذكسي السليم من الإيمان المنحرف. يبقى فيه معلمون اسمهم معلمون كاذبا الذين يدسون بدع هلاك، بدع هلاك. وإذ هم ينكرون الرب الذي اشتراهم يجلبون على أنفسهم هلاكا سريعا. هم بالبدع دي بيجلبون على أنفسهم هلاكا سريعا. لكن في حاجة أخطر من إن هم يجلبون على أنفسهم هلاكا سريعا، إيه هو؟ وسيتبع كثيرون تهلكاتهم. يبقى في ناس للأسف ما عندهاش الوعي الكافي، أتتبع مش تعليمهم، ما قالش سيتبع كثيرون تعاليمهم، لا، سيتبع كثيرون تهلكاتهم الذين بسببهم يجدف على طريق الحق وهم في الطمع يتجرون بكم بأقوال مصنعة الذين دينونتهم منذ القديم لا تتوالى. يبقى إذن البدع هي بدع هلاك، وللأسف إن ممكن ناس كتير يتبعوا التعاليم الخاطئة وتؤدي إلى هلاكهم أيضا. عشان كده إحنا من واجبنا إن إحنا نوعي هلك شعبي بسبب إيه؟ عدم المعرفة. يبقى إذا لازم يكون في تعليم في الكنيسة، تعليم لإيه؟ للإيمان المستقيم، إيماننا، عشان الناس تقدر تميز ما بين التعليم السليم وبدع الهلاك.